بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24 الآن، ورحبوا بكم متمنيا لكم وقتا سعيدا وممتعا في حلقة اليوم. وأرحب بضيوفي داخل الاستديو، محلل البرنامج الكابتن مدثر محمد علي. مرحبا بك كابتن مدثر، ومساء الخير عليك. مرحبا بك أستاذ طارق، مرحبا بالتيم العامل معك، وعبرك أحيي كل متابعي برنامج كورتنا على فضائية السودان 24 الآن، وسعيد جدا أكون بمعي ضيفك الكريم والكابتن الجميل الطيب سوار. أيضا الترحيب يمتد بمحلل البرنامج الكابتن الطيب سوار. مرحبا بك كابتن الطيب، ومساء الخير عليك. مساء النور الأخ طارق، ومساء النور الكوتش القدير المدثر، ومساء النور مشاهدي قناة سودان 24 الآن وبرنامج كورتنا. نتمنى أن نكون ضيوف مفيدين في هذه الحلقة. إذا مشاهدي الكرام، الترحيب يمتد بكم مرة ثانية مع أمنياتنا لكم بحلقة جميلة وممتعة في هذه الأمسية. ينطلق برنامجنا بأبرز عناوين هذا البرنامج. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد أن سمعنا لأبرز العناوين مباشرة إلى محاور الحلقة. كابتن مدثر، اهتمام كبير من قبل إدارة المريخ والجهاز الفني للمريخ بمباراة القادمة في الجولة الأولى، هي المباراة المؤجلة من الجولة الأولى أمام الأهلي القاهري باستاد السلام بالقاهرة، بعد أن فاز المريخ بديربي السودان على شقيق الهلال 2-1 وأصبح برصيد 4 نقاط، وتجمد رصيد الأهلي بنقطة وحيدة بعد الخسارة من صن داونز. أصبحت المباراة صعبة بالنسبة للفريقين. المريخ فتح هذا الملف واستعدادات كبيرة وبرنامج خاص وضعه مدرب الفريق الإنجليزي لي كلارك لهذه المباراة. حدثنا عن المباراة القادمة وموقف المريخ من حيث إذا رجعنا إلى ظهور المريخ في مباراة القمة السودانية. طيب، بالنسبة للمريخ بحكم أنه هو الثاني في المجموعة ب4 نقاط، خسارة الأهلي المصري من صن داون بطل جنوب أفريقيا، أنا بفتكره أنه هو بينصب في مصلحة المريخ، لأنه طبعا الأهلي حاليا أصبح بنقطة واحد، نعم، وهو في المركز الثاني بفارق 3 نقاط من الهلال والأهلي، نعم. فبالتالي المباراة مفصلية مع فريق يعني الأهلي، طبعا ما في شيء يخسر، هيكون مباراة صعبة جدا للمريخ، لأنه الأهلي قادر إنه يعود، إنه خصوصا هو بطل حامل اللقب، نعم، في نفس اللحظة من الفرق المرشحة يعني بصراحة، نعم. فحتى المباراة اللي هو خسره بالمناسبة خسره بجزئيات، لكن لو رجعنا للمريخ، مدرب المريخ صراحة كلار طبعا الكل أجمع على إمكانيته الفنية الكبيرة. الناس تبين تتكلم عن انه هو عمل طفرة في مباراتين ولعب باسلوبين مختلفين، لا، لكن انا بفتكر انه هو لعب 3 جزئيات، نعم، لانه لو اخذنا المباراة الاولى بتاعت صن داون في الشوط الاول يعني كان سيء، لكن قدر يتحمل كونك مدرب ترجع، نعم، تعمل اسلوب. انا بفتكر انه هو يعني مدرب ذكي جدا، مدرب يعني عنده طموح، بعدين بيلعب بكل مباراة بجزئياته بتشكيله وباسلوبه وعلى حسب الخصم اللي هو على حسب الخصم اللي بيلاقوه، نعم. وده المدربين اللي احنا دائما بنتكلم عنه، المدرب يستحاله، انه من الاستحاله انك انت كمدرب تلعب باسلوب واحد بتشكيله واحده مع كل الفرق اللي انت بتواجه ايا كانت في مستوى درجات واحده درجات مختلفه، لانه ده اتضح في مع كلارك في نفس المباراه الاولى مع صن داونز، اللعب الشوط الاول بتشكيله معينه، وعمل حتى تعديل تشكيله داخل الملعب، ما شرط انك انت تجيب لاعب من برا وتلعب، ممكن داخل الملعب ممكن يكون في مشتقات الخطه اللي انت بتلعب بنفس الصوره، ممكن تحول لاعب من داخل جوه وتطلع واحد اللاعب جوه نفسه اللي كان محور، ممكن تحوله لخانه من الخانات على حسب وقع معطيات المباراه اللي انت تاديها قدامك. ده نجح فيه بصوره كبيره جدا، وقدر يخطف نقطه غاليه، وقدام الهلال نفس الشيء، نعم، يعني انه كل التاثيرات كانت ترجح انه الهلال بحكم الاستغرار وبحكم المستويات اللي قدمها واضح تماما، مباراه تجاري جدا، انه هو درس الهلال تماما، اختار عناصر هي تختلف من العناصر كان متوقع انها تشارك في المباراه، نعم. لعب باسلوب يختلف ما كانه، لانه هو كله فريق زي ما انا ذكرته، هسه حاليا متاكد انه هيكون درس الاهلي، هيدخل مباراة الأهلي بأسلوب مختلف من مباراتين الأوائل اللي هو أداهم بنفس العناصر. ثم مثلا أنا بفتكر إنه حتى حاليا الشيء لنا من واقع متابعتي هو في عناصر وقف عليهم ربما يبعدوا في مباراة الأهلي بنسبة كبيرة، زي أجزول إنه مثلا ما حيشارك. الشيء الثاني ممكن في قراءاتك أنت طبعا، دي قراءاتي من واقع قراءاتي للمدرب نفسه، نعم، من واقع معطياته هو، فبرا إنه في لعيبة هيدخلوا في فورمة المباراة زي الصاوي، نعم،
بعد الهدفين وبعد المستوى اللي هو قدمه حيكون من حساب يعني في الأول ما كان في أولوياته خالص. نعم حتى لو في بعض الأنباء أشارت إنه الصاوي في آخر لحظة في مباراة القمة هو اللي كان البديل، وذلك بعد ما شعر محمد الرشيد بإعياء فهو كان بديل، وممكن كان في خيار ما بين الصاوي والتكت، وهو في النهاية استقر على سماع الصاوي. يمكن وجه هندسة كان افترض هو اللي يبدأ، لا أعتقد إنه هم بعدين قدموا لا في النهاية طبعا الكرة توفيق. فأنا برأى إنه المدرب نفسه هيلعب هيكون قرر المباراة الأخيرة للأهلي، وهو في حساباته يعرف إنه الأهلي مباراة المريخ بالنسبة له مفصلية، أساس إنه هو يرجع يعود، ما من السهولة إنه الأهلي يقادر يعني صراحة البطولة في مراحله الأولى يعني المجموعة. فبالتالي إنه نعم. طيب كابتن مدثر، هو طبعا البرنامج قال وضع 5 تدريبات كل تدريب 120 دقيقة، قال يشمل البرنامج التكيف على طريقة لعب مختلفة لموقعة السبت، فده كلامك اللي انت قلت انه هو اللي مع كل خصم بيلعب بطريقه جديده، وبالذات المباراه الجايه انا بشوف ارسل انا قراءتي بتوقع انه هيلعب بطابع دفاعي متوازن جدا وعلى الهجمات المرتده، وهو انا برى انه عدد المباريات اللي اتلعبت دي وفر للمريخ عدد كبير من اللعيبه اللي بيلعبوا في الوسط بنزعه دفاعيه وبامتياز جدا ومستوى كبير جدا. لو اخذنا محمد الرشيد في الجوله الاولى يمكن تم اختياره ضمن التشكيله، وبعدين برضو في الصيني قدم مباراة برضو في سماني صاوي أيضا هو ثاني أعلى معدل في الجولة الثالثة الجولة ده طبعا أنا بتمانية بوي ثلاثة بتكلم حاليا عن لعيبة الوسط اللي نزع الدفاعية. نعم. اللي هو يعتمد عليه. طيب هو حسب الكلام وحسب المعطيات إنه المباراة هيخوضها بخطط 4-3-2-1، ودي الخطة الدفاعية اللي أنت قلتها. نعم. 4 مدافعين بالضبط، هو قدامه 3 محاور قدامه 2-1 بحاول إنه يكفي المفاتيح اللعب في الأهلي، والأهلي خطورته في الوسط بالضبط كده. هو بالمناسبة يملك توني ده بيلعب يعني بالأطراف. نعم. بشكل خطورة كبيرة جدا، واحد من اللعيبة المميزين جدا. نعم. صراحة من المحترفين ما لأول يعني حتى من الموسم الفات مستواه ثابت، ولاعب بالمناسبة يمكن الإعلام ما مدي حقه، أنا صراحة من اللعيبة المفاتيح اللعب في كل المباريات الكبيرة صراحة. طيب أنا بجيك يا كابتن مدثر. كابتن طيب الكلارك واضح إنه مهتم كثيرا بمباراة الأهلي، وهي مباراة يعني مفصلية، المريخ إذا كتب له الله النجاح في هذه المباراة وخرج بنتيجة إيجابية حتى ولو بالتعادل تعتبر نتيجة إيجابية، ولكن هي مباراة إذا ما طلع المريخ بنتيجة إيجابية بمثابة وضع قدم في المرحلة القادمة. بالتأكيد هي مباراة مفصلية. نعم. خاصة لفريق الأهلي. نعم. الأهلي طبعا قابل الهلال وكان في إرهاق تام بعد ما خرج من أو شارك في البطولة كأس العالم للأندية، وكلنا شاهدنا الأهلي، بمعنى إنه ده ما مستوى الأهلي اللي ظهر به. شاهدنا الأهلي في مباراة صن داونز، الأهلي قدم مباراة كبيرة، هاجم قاتل رغم الخسارة. رغم الخسارة، الخسارة زي ما تفضل الكوتش مدسي إنها كانت في تفاصيل دقيقة، يعني صن داونز حصل فرصة حقيقية وسجل منها الهدف الوحيد في دقيقة كبير لحارس مرمى، بالتأكيد تألق تام لحارس صن داونز. بالتالي الهلال الأهلي فريق كبير، فريق بيزعى دائما للبطولة. نعم. إذا نحن هنتوقع إنه مباراته مع المريخ هتختلف تماما، هنشاهد أهلي غير. نعم. طيب نجي للجزئية بتاعت المريخ. نعم. المريخ لي كلارك بيفاجئنا. نعم. دائما يعني حتى إنه في مباراة صن داونز وبعدين في الشوط الثاني لاحظنا الفريق المريخ في الشوط الأول كان خاصة في خط الوسط كان متباعد جدا. نعم. الشوط الثاني رجع شاهدناه في مباراة الغيمة اللي دخل عليه إنه أساس إنه هو محتاج ل3 نقاط وأخذ ما أراد. نعم. لأنه مباراة الغيمة دائما تدخل في تفاصيل وعندها لعيبة، خصوصا لما أشرك السماني اللي كان غايب في المباراة القبلية. نعم. أشرك حمزة داود أشرك الصيني اللي كان لاعب في الدفاع أشركه لاعب في الوسط، بالتالي أتوقع المفاجأة. لكن أنا أشوف إنه خطة 4-4-2 هي المناسبة جدا لفريق الأهلي. ممكن يلعب 4-3 حسب الأنباء والمعطيات وحسب المتابعات، 4 في خط الدفاع أمامهم 3 كساتر دفاعي قدامهم 2 لا 4-2-3 4-3-2-1 2 ممكن الاثنين دول يكونوا على الأطراف ومهاجم واحد. نعم. 4-2-3-1 4-2-3-1 محاور قدامه 3 وسط و1 ممكن. طيب. يكون هو على حسب الفريق. فريق الأهلي فريق متمرس، فريق كبير. أنت إذا كان ما قدرت سيطرت على منطقة الوسط بكثافة حيكون في خطورة على مرمى المريخ. خطورة الأهلي في خط الوسط. خط وسط. نعم.
وبالتالي اذا كان احنا ما ركزنا على انه خط الوسط يكون على عالي مستوى يختار لعيبه زي الان ذكر الكوتشي مدثر انه انا اتوقع انه الجزوري ما يلعب. هو انا دار اجي في النقطه دي انا شايف انه اذا زائر تلعب بمهاجم وحيد انسب من يلعب لك كمهاجم وحيد هو محمد موسى الضي. مظبوط حسب رايي هي المباراه دي بتحتاج للعب بنيه جسمانيه قويه وتتوفر في محمد موسى تماما. وجزولي لسه صغير يعني هو فعلا لاعب مستويات بيلعب بمستويات عاليه بيقدم لكن في اقحامه في المباراه هذه بيكون خصما على مباراه المريخ. بالتالي احنا شاهدنا في 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 سلبيات او في اخطاء كثيره وقع فيها المريخ في مباراته مع الهلال اللي هي المساحات الشاسعه في خط الوسط. ولاحظنا لعيبه وسط الهلال خاصه اللاعب النيجيري عبدول كان بيستلم الكوره من راس خط 18 فريق الهلال الى ما يصل الى خط 18 المريخ بدون ما يلاقيه او ما يقاطع اي لاعب. ولاحظنا انه لاعب الصيني كان الصيني كان بلازمه يعني. طيب لي كلارك مدرب شاطر ونتوقع المفاجات نتوقع دخول محمد الضي نتوقع سمان الصاوي من البدايه انا اتوقع امير كمال اتوقع هي في انباء بتقول انه عوده بكر بكر المدينه وبكر المدينه بكر المدينه نعم حتى ضياضين هو ضياضين دخل كبديل في مباراه الهلال في موجود عوده محمد الرشيد كلها خيارات امام المدرب الاهلي حيلعب للفوز ما في ما في سبيل غير الفوز لانه الاهلي ده يفوز على اساس انه يحقق ثلاث نقاط ويكون عنده اربع نقاط متساوي مع المريخ والمريخ يلعب على أسوأ الفروض انه يأمن المنطقه الدفاعيه على اساس انه يطلع على الاقل بنقطه اذا ما كسبنا ثلاث نقاط من الاهلي المصري. طيب كابتن مدثر نرجع للحته بتاعت محمد موسى الضي ممكن نجح كثير في الهلال لما يلعب هو مهاجم وحيد كان ناجح في الحته دي. بالمناسبه احمد موسى الضي من اللعيبه حتى في اجاره التنظيم الجديد حس 4 3 3 برضه من الناس اللي بيجيدوا التنظيم بطريقه رائعه جدا لانه المدرب انداي لو تتذكروا كان في الهلال نعم في مباراته بتاعت الكاس زايد كان بيقوم بادوار دفاعيه حتى يعني من الصايد مع انه هو اصلا يساري كان بخط جناح يمين كان بيقوم بساتر كان بيقوم بمهمه دفاعيه بعدين لاعب مميز جدا لاعب ذكي ولاعب احرز هدف في المباراه واحرز هدف وبعدين حتى غير الهدف يعني قام بتغطيه دفاعيه على الجهه اليمنى بصوره كبيره جدا يعني محمد موسى الضي بس لو في شيء اللي يتوقف على مدى جاهزيه اللاعب نعم لو هو جاهز فنيا وبدنيا ما في بالمناسبه هو من اميز اللاعبين صراحه يعني مكسب كبير لكن ربما انه عدم مشاركته في مباريات كبيره يمكن ما سجل في المريخ اول مشاركه له كان الجزء الاخير من مباراه هلال المريخ لكن لو تم اعداده بالطريقه المثلى جدا فهو مناسبه في المباريات الكبيره في وجود توني بيكون بشكل خطوره كبيره جدا بالذات في الهجمات المرتده يعني حتى كره الهلال في مباراه الهلال كان مع التوانسه برضه الهدف اللي احرزه في الملعب الافريقي التونسي كان برضه من هجمه مرتده برضه عنده يساريه او لاعب ذكي يعني حتى الهدف اللي سجله في المريخ في واحد هو من الهدافين الهلال قال في البطوله العربيه في البطوله الافريقيه هو اصلا المرحله اللي فاتت في البطوله الافريقيه سبب صعود النهائي كان هدفه المميز يعني هو كان لاعب خبير ذاته في البطولات الافريقيه بس ما يعاب عليه عدم الجاهزيه. طيب كابتن مدثر كيلار اشاد كثيرا باداره المريخ وتواجد رئيس نادي المريخ مع البعثه في القاهره ما اصلا ده شوف انت كجهاز فني لما تكون محاط بك مجلس الاداره موفر لك كل الاحتياجات وبعدين تواجدهم اصلا في حد ذاته يرفع من الروح المعنويه للجهاز الفني وللاعبين لانه يعني كل الاشكاليات وكل الحلول بالذات المدربين دي لو في اي اشكاليه في لاعب معين بيتم معالجته مع مدير الكره مع مجلس الاداره وكل العناصر المتوفره له وبالتالي هو لاقي ضالته في انه طلب مباريات معينه وفروا له وطلب ملاعب موجوده في مصر طبعا ولفتره طويله حاليا بالمناسبه كل ما كان كلارك اخذ فتره كبيره في المريخ حيتميز اكثر لانه هو حاليا يعتبر انه في عناصر جديده دخلت على تشكيله المريخ ربما يستكشف عنصر من العناصر بالذات المدربين الاسكيا ديل ربما يطلعوا لك لاعبين مميزين جدا فبالتالي كل ما ياخذ فتره من الزمن ومشاركاته في بطوله الدوري الممتاز برضه هيظهر قدرات المدرب ده، المدرب ده صراحه يعني مدرب ما ساهل فامكانياته الفنيه كبيره ولمسته اصلا ظهرت في اول لما اول كان اول الفتره الاولى مع المريخ لما قبل ما يمشي ويجي فبالتالي اصلا المدرب من اول مباراه انت بدات تحكم عليه قراءته للمباراه عودته في مباراه صن داون بعد الفوضى والخلل اللي كان حاصل لتشكيله المريخ
وقدر يرتب الأوراق ويعيد المريخ في خطورته. المريخ كان ممكن يخسر المباراة بنتيجة كبيرة جدا في الشوط الأول ورجع في الشوط الثاني، هو المفترض كان يكون يكسب المباراة. فدائما المدرب اللي بيقرأ المباراة بيقرأ خصمه جيد وبيقرأ تيمه نفسه يعدل فيه الخلل اللي موجود، ده هو المدرب اللي بيكون الناس تستفيد منه شديد صراحة. طيب طيب الإشادة بتاعت المدرب بمجلس إدارة المريخ، خاصة شاهدنا إنه حازم مصطفى متواجد، أبو جريشة متواجد، وممكن الآن حتى مجلس إدارة المريخ في مباراة الهلال كان متواجد بأكمله، وده دور كبير لمجلس إدارة المريخ. هو المدرب لما المدرب لما صرح تصريح زي تصريحه ده بالتأكيد بيكون الإدارة وفرت له كل المعينات وكل ما يطلبه تحت متناول اليد، بدليل إنه أبو جريشة موجود والقنصل حازم موجود. وأنا عاوز أشير لنقطة إنه الشيء الجميل في المريخ إنه الآن في حالة الصفاء ما بين أبراهوما وما بين لي كلارك، وشفنا النكهة بتاعت أبراهوما في التشكيلة، كان له دور كبير في التشكيلة اللي خد بها المريخ مباراته مع الند اللي هو فريق الهلال، فالنكهة بتاعت أبراهوما واضحة جدا لأي شخص في دور. فده واحدة من أسباب النجاح لكونه تلقى مساعد المدرب والمدرب متفقين في رؤية واحدة، متشاورين متفاهمين، ده بنصل على في 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 اداء الفريق ومصلحه التيم. طبعا طيب لي كلارك اكيد بيكون غارم ما بين الفتره الاولى اللي كان فيها المشاكل الاداريه في وجود سيديكال والمشاكل الاداريه اللي كانت حاصل، وغارم ما بين الاستقرار الحاصل الان. صحيح. فده هو لذلك هو اشد كمان يا كابتن مدثر في دور كبير لمحلل الاداء الكابتن ايمن يماني، دور كبير في قراءه الخصوم وظهرت واضحه تماما في مباراه الهلال. المحلل ده بالمناسبة يعني زي المحضر العمليات عندنا، ما يعادل محضر العمليات في التدريب. نعم. لأنه بيوفر لك مادة دسمة عليك اللي أنت تشتغل فيه بكل سلس. نعم. بعملية دكتور يجي يشتغل بس بالضبط كده، لأنه أول حاجة لما يجيب لك أنا ما أصطن خصمك ده، أنت في أغلب المباريات كان الناس بتقول لك الشوط الأول ربع الساعة الأولى استكشافية. نعم. هي حمة البداية لحد ما انا اقدر اشوف الفريق ده بيفكر كيف بس بعد كده يكون الحديث الكلام ده ما في. نعم. لكن طبعا برضو المدربين الاسكيا بيقول حاجات دي برضو واضحه لهم، لكن حتى في ظل التواصل الموجود والعالم بقت غريه صارت، انه يعني زمان كان الناس تخصص وفد يسافر في مدينه معينه اساس انه او في دوله معينه اساس انه يمشي يشوف الفريق المنافس يقيف على نقاط الضعف والقوه ويجيب حصر بعد ذلك كان يبدو يشتغلوا عليه. حس حاليا مكشوفة يعني ممكن من بالجوال ده تطلع كله، لكن برضو بالرغم كده الواحد ما يعني ندي برضو أيمن إيمان يعني صراحة حقه حظه. نعم. من إنه المجهود اللي هو قدمه، لأنه طبعا يعني زين نظرته كان سائق جدا، المحللين الممتازين الرائع جدا، يعني عنده قراءة سليمة جدا ودقيق جدا في كل تفاصيله والتقرير اللي هو بيقدمه صراحة. نعم كابتن. طيب أنا في لاعب ممكن واحد من اللاعبين المهمين في المريخ في مباراة القمة لم ينصر بمستواه المعروف، ودائما ظهوره يشكل إضافة حقيقية ومصدر خطورة للخصوم ضد المريخ. أتكلم عن رمضان العجب. رمضان عجب. رمضان عجب قيمته عالية جدا. رمضان عجب لاعب كبير، لاعب قمة، لاعب بطولات. شاهدنا لما يظهر رمضان دائما يظهر رمضان في الطرف. نعم. حتى الكرة الهدف الأول اللي جاء عن طريق رمضان، الكرة معكوسة اللي هي ضربت في أبو عشرين و. وقبل السمان دخل هدف. لا المعكوسة كانت من توماس. توماس ولا؟ لا توماس. توماس. توماس في الطرف اليمين. لو المريخ ده ما ظهر لكن. لا ما لم يصر بالمستوى المعروف. أي لا نعم، لكن هو بالمناسبة برضو. هو دور غيادي نفسية. أنا أفتكر إنه يكون دور غيادي أكثر من هو قاعد. لا هو حتى دور الفني رمضان عجب في المنتخب وفي المريخ. لا والتوظيف دائما ب. نعم. رمضان عجب دائما بيخحمه مرة طرف يمين، مرة مهاجم صريح، مرة. برضو عامل العمر برضو ما ننسى. برضو نعم لكن. نعم. لكن في الفترة دي المفروض هو يحاول يمكن أنسب خانة له ويكون خلف المهاجم. ما هي دي. نعم. دي إحنا نقول دي المباراة اللي بتحتاج للخبرة. نعم. الخبرة داخل الملعب لها دور كبير. طيب بالتوفيق للمريخ في مباراته القادمة أمام الأهلي القاهري، وهي مباراة مهمة ومفصلية، نتمنى له يحقق نتيجة إيجابية، لأنه تحقيق أي نتيجة إيجابية في هذه المباراة تساعد المريخ والمريخ يكون بمقربة من الصعود للمرحلة القادمة. نتحول للهلال. الهلال طبعا هو حيلعب يوم 11 أمام المريخ باستاد الهلال، مباراة حتكون صعبة للهلال. الهلال اللي أمله أصبح شبه معدوم بعد خسارة من مباراة المريخ وخسارة في المباراة الأولى وتعادل مع الأهلي 3 مباريات بنقطة، لكن ما يحمد للفريق
انه حيلعب 3 مباريات في الدوري الممتاز ابتداء من يوم القط امام حي العرب، ثم امام الاهلي الخرطوم، ثم امام هلال الابيض قبل خوضه لمباراه المريخ القادمه. والله فرص كثيره سنحت للهلال للاسف في الموسم هذا في النسخه الحاليه بطل افريقيا، لكن الهلال الشيء المحمد اللي فيه انه فعلا الجهاز الفني صراحه الناس كثيرين كانوا هجوم علينا، والله ضد الكلام ده لانه قدم فريق كره قدم صراحه بتلعب كوره صح، لكن باقي في جزئيات كده لابد من يرجع منها، هي تنظيم اللعب اللي هو مصير عليه اللي ما بتناسب مع العناصر الموجوده عنده في نفس اللحظه. يعني حتى التنظيم ده لو دار يحتاج للعيبه ثانيين، يعني انت تجيب لك مهاجم سريع زي محمد عبد الرحمن يكون خارج الصندوق، يكون مهاجم راس حربه صريح، في لعيبه داخل الملعب برضو ما موظف التوظيف الصحيح، ده ادى برضو لتباعد مستوياتهم بصوره كبيره جدا. الهلال حاليا جاته فرصه عنده 3 مباريات في الدوري الممتاز قبل ما يؤدي مباراته امام المريخ في استاد الهلال في ام درمان، فالهلال دي فرصته انه يعيد ترتيب الاوراق المبحثره في الهلال صراحه بصوره كبيره جدا، والمطالبات على اعاده تنظيم اللعب للشيء اللي بيكون على قدرات اللعيبه الموجودين عندنا زي 4-4-2 اللي اعتاد عليه الهلال انه يظهر فيه بشكل مميز، بيقدم فيه مستويات كبيره وكان بيمشي على ابعد ما يكون فيه ابطال افريقيا، حتى ولو كان في العناصر ما كانت العناصر الموجوده، العناصر في الهلال حاليا قادره انها تمشي ابعد ما يكون، لكن ودي فرصه برضه لبعض اللعيبه اللي ما لقوا حظهم من المشاركه انه يعدون الاعداد الجيد، اتمنى انه مثلا زي ابوجا، زي عثمان مختار ميسي، زي عبد الرؤوف عندك المحور مجاهد فاروق يا ريت ديل يكون عندهم حظهم في المشاركه، الطرف اليمين وبرضه حسن متوكل اللي بيأدي انه اكثر من خانه والهلال محتاج له وشديد يعني صراحه. بعد كده طبعا بس في جزئيه انا اتكلم عن في الهلال مشكلته في خط الوسط، الناس تتكلم عنه ماسك كوره وبيقدم كوره وكل شيء، لكن الارتكاز الهلال كل مبارياته بيلعبها ما في لاعب ارتكاز اصلا يعني اصلا هو بوجبا ده اصلا اسلوب لعبه ما اسلوب هو ما ارتكاز متاخر يعني ما 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 مركز تسعه هو مركز 8 بالضبط بيكون قدام الارتكاز الارتكاز اصلا في الهلال 4 لعيبه نعم عندك الشغيل ابو عاقله وابو عاقله نفسه وان كان برضه عندك صلاح عادل ومجاهد فاروق وطبعا اميزون نصر الدين الشغيل هو الارتكاز، اما الباقيين زي بوجبا ده لاعب محور افترض يكون يعني صلاح عادل وبوجبا مع عبد الرؤوف أجوجون مثلا يعني دي التشكيله المفروض يلعب بها الهلال، فبالتالي انه الهلال يا ريت انه يعيد يجرب، ما هي دي دور الممتاز دي فرصتك الاساس انك انت تعيد ترتيب ورايك كيف انت لانك عندك مباراه مهمه ومفصليه جدا يوم يوم 11 مع المريخ، الفوز في الهلال يحتاج لنتائج نتائج في مباريات اخرى لانه اصلا هو عنده مباراه ثانيه في ارض مع صن داون واللي هو قدم فيه مباراه كبيره جدا في جنوب افريقيا وكان مفترض يكون هو الفائز صراحه، يعني عنده هدف صحيح منقوض وعنده ركله جزاء اجمعوا عليه الفنيين اللي كانوا في الاستوديو التحليلي برضه ده دلاله على انك انت ما كعب الهلال ما كعب يعني بيملك عناصر حتى يعني هو الهلال كابتن مدسر احنا لو جينا حللنا الهلال هو بيمتلك الكره بيقدم في كره جميله، شاهدنا الهلال في المباراتين اللاعبين او الثلاث مباريات اللاعبين الخروج بالكره من المناطق الدفاعيه للمناطق الهجوميه، زمان بيشاهد اللعب الطويل الان بتطلع الكره بسلاسه، لكن الهلال عنده اشكاليه في ختام الهجمه. انت عندك 32 ضربه ركنيه حضرناها في الثلاث مباريات اللي قدمنا الهلال امام الفرق ولا كره واحده شكلت خطوره، دي عله تدريبيه، ده برضه نفس الشيء انا بفتكر انه نوعيه اللاعب اللي بيقوم بتنفيذ الضربه الركنيه وكيفيه الوقفه الصحيحه نفسها عشان انك انت تترجم الكره اللي بتجي بالاجناب، يعني حرام انك انت في مباراه تكون عندك 8 ضربة ركنية وما تستفيد منه، في مباراه تكون عندك 9 وما تستفيد منه، يعني الضربات الركنيه دي شغله يعني ممكن بشوفها انه يعني واحد من الحلول لانه احنا في الزمن اللي احنا فيه ده يعني هي ضربه فاول يعني بيعتبر انه فاول في راس الطابه هي ما ضربات الروتين فقط حتى ضربات المخالفات ما في لاعب متخصص ما في بعدين اللاعب المتخصص دائما اتمنى انه يعني حتى في عدد في انا كنت معمل ملاحظه في مباراه اللي كان شارك فيه اوتارا ونفذ ضربه ثابته امام الاهلي امام الاهلي
الكرة يعني اللعبة اللعبة في جسم اللاعب. نعم. يعني الضربة الثابتة اللاعب اللي بيجي لازم يجيب الثقة بأنه هو أفضل من الناس اللي قدامه دي. تكون عندك الجرأة القوية، عندك الشجاعة، بتخط الكرة وبعدين تكون تفكير واحد بتنفذ والحاجات دي تتعمل في التمارين. بعد كده أنا أتنازل للشخص الشال الكرة، ما الكرة يا جماعة والله فرص زي دي الناس. هي الكلام ده كله كابتن مدسب برضو بيأكد لك إنه الهلال محتاج لمباريات بصورة أكبر، لأنه الهلال لم يدخل دخل البطولة الأفريقية بدون أي مباراة تنافسية. فالثلاث مباريات دي ممكن الحاجات دي عن طريق الثلاث مباريات دي إنه الحاجات والملاحظات دي نأمل إنه الفريق يستفيد من الثلاث مباريات في الدوري الممتاز وتتلاشى في مباراته الأفريقية. لو تذكر طارق في نفس الاستوديو أنا تكلمت لما الهلال مشى جنوب أفريقيا وكان عنده ثلاثة تجارب، أنا قلت ده ما فرص، ده ما وقت إنك أنت تعد الفريق كله وتلعب كل مباراة بتشكيل، لأنه خشينا بزمن مرحلة يعني خلاص مفترض إنك تثبت تشكيلة محددة وتاخد ثلاث مباريات على اساس انك تجود ادائك وتخش بيه، وبعد كده ممكن عنصر عنصرين يكونوا برا، العناصر الجديده انت دخلتهم بيديك انت تستكشف لك لاعب تخش، لكن ما ممكن انت قدامك مباراه باقي ثلاثة أربعة يوم بتلعب مباراه بتشكيله والمباراه الثانيه تلعب بتشكيله، اذا انت في فرص تجارب جاتك لكن ما استثمرتها بطريقه فنيه بطريقه صحيحه على اساس انك انت تعدك الاعداد المناسب، لانه انا الوقت ضيق معي عندي ثلاثة تجارب قدامي ما بلعب ال 30 لاعب ما بشاركهم في المباراه اصلا. طيب كابتن مدسر العقم الهجومي اللي ظل يلازم الهلال حتى من الموسم الماضي، لو تذكر انا قلت لك الهلال المريخ لو المدرب لعب بنفس التنظيم ما حيجيب هدف، تذكر الكلام ده لانك الهلال كان هو الافضل مقدم مستويات كبيره وترك، لانه هو فعلا حيمسك كوره وحيقدم كوره، لكن في تباعد ما ممكن في راس المهاجم ده لما يكون جوا الصندوق ما بيخلي المدافع يتقدم يعمل زيادة عددية أصلا في خط الوسط، لأنك أنت كده لما بتدي فرصة إنه المدافعين يكونوا مرتاحين ولاعبين لعشرة يوم لو لاعبين ما حد يجيب جون، عشان كده لو لاحظتوا العقم الهجومي ما من 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 سوء اللاعبين اللي بيملك مهاجمين مميزين جدا، يعني محمد عبد الرحمن ده هداف ما سهل، لكن حاليا ما بيلعب في خانته، حتى لو لعب في خانته وين اللاعب صانع الألعاب اللي بيكون قريب منه؟ اللاعب الوسط بيكون بعيد خالص منه، فبيضطر ينزل ياخذ الكرة من وسط الميدان عشان لانه شنو في فراغ، لانه التنظيم ده ما يناسب الهلال. انت على السلام ما عندك اجنحه، طيب جيب لك مهاجم سريع قوي بيكون لما تلعب بالاجنحه ده هو بيخلي يجيب لك الكور داخل الصندوق. طيب جميل انا حرجع عليك كثيره فنيه. نعم. في الهلال حرجع عليك كابتن. طيب الهلال ثلاث مباريات، الهلال دخل مباريات الاول تنافس الافريقي بدون مباريات تنافسيه، معسكر الجنوب افريقيا والمباريات الوديه، مهما كانت المباريات الوديه ما هي بمثابه اي مباراه تنافسيه، مباريات امام فرق حتى فرق من العيار الثقيل، تكلم عن حي العرب والسودان، تكلم عن الاهلي وخرطوم، تكلم عن هلال وبغيض. هو الهلال الان تحت يعني عودته من القاهره وكونه يشرك طوال لعبته في الدوري الممتاز ده اعداد جيد بالنسبه له، وخاصه بيلاقي بيقابل فرق كبيره يعني في الدوري الممتاز، وحققت الى الان نتائج جيده في الدوري الممتاز، ده احتكاك حقيقي والمفروض من اداره الهلال الان بالأخص الجهاز الفني في نقاط كثيرة وفي سلبيات كثيرة في الهلال في المباريات الثلاثة اللي لعبها. الهلال ما في شك إنه لعب مباراة كبيرة مع صن داونز في جنوب أفريقيا، لعب مباراة كبيرة مع الأهلي. الهلال علة واضحة الآن، العلة الأولى أو المشكلة الرئيسية اللي هي حراسة المرمى. نعم. الآن أنا مع استمرارية أبو عشري رغم الأخطاء، رغم الأخطاء استبعاد أبو عشرين في الوقت ده بيكون فيه نتائج كارثية بالنسبة للهلال. أبو عشرين لعب دولي، لعب مع المنتخب، لعب مع الهلال، لعب كل المباريات الودية، بالتالي هو الأنسب بعلاته. معالجة الكرات العرضية وزي ما ذكر الكوتش مدسر إنه نحن زمان شاهدنا إنه بنفذ هيثم مصطفى وتحصل الشغيل يدخل، داريوكان يدخل، سيف مساوي يدخل، المدافع يدخل، المدخل. فبالتالي دي نقطة أساسية الآن أنت كجهاز فني فرض عين وتعالج المشكلات دي. طيب الهلال بيستحوذ، نسبة الاستحواذ عند لعبة الهلال في ثلاثة مباريات نسبة فاقت 70%. ما يبغى الهلال هو اللاعب اللي بيكون ما بين المحور وما بين رأس الحربة اللي هو صانع الألعاب، اللي هو صانع الألعاب اللي في حالة الاستحواذ إنه يكمل في مع الهجوم. لو يكون مصر الهلال لاعب بمهاجمين فهو يكون مهاجم ثاني. حتى جوني يا كابتن طيب لا
لو لاحظنا، وكان ميز اللي خط 18 حق الهلال وبياخذ وبيمشي لغايه خط 18 بتاع المريخ، اكيد في المسافه دي بيكون في اجهاد له، مجهود ضايع، المجهود ضايع. هو لاعب تحس بانه بيبذل مجهود كبير والكره في يده وفي رجله وبيلعب باص لكن ما حتى الباص الامامي اللي انت بتديه لراس الحربه للمهاجم اللي بشكل خطوره على الفريق الخصم. يا حليلك يا هيثم مصطفى. لا بالمناسبة الهلال ده في تنظيم 4-4-2 حتى ولو شوف حتى لو جاب معاه فيري وجاجون وبوجبا وصلاح عادل في برضه اجاجون ده لو بقى قريب هو خلف المهاجم يكون هو صانع رسمي بالمناسبة حيشكل خطورة كبيرة جدا برضه في عملية الاستحواذ. برضه احنا لاحظنا انه لعيبة الهلال ما بيلعبوا في المساحات ال 20 متر، يعني انت كلاعب وسط او لعيبة وسط المفروض يكون تبادل الكورة هو اصلا المفروض تلعب للامام وبالتالي بيكون في مساحة ال 20 متر. احنا بنلاحظ في مساحات كبيرة ولعب عرضي. لعب عرضي كثير جدا ولعب نحن نسميه لعب استعراض. ما فيدك انت في بطولة تحتاج انك تهاجم، تحتاج تشكل خطورة على الخصم، بيحتاج انك تفرض هيبتك. ما هيبة الاستحواذ بدون نتيجة وبدون اهداف صفر. لا انا صراحة الشيء اللي انا عمل لي ازعاج اللي هو انه يعني عدم استفادة الهلال يعني من المباريات. المدرب مثلا يقول لك والله هنستفيد من المباراة دي مثلا، فما ممكن أنا عندي زي 43 ضربة ركنية ما استفدت منها في طريقة التنظيم. أنا لازم تمرين خاص، أتمنى إنه لو بسمعنا الجهاز الفني تمرين خاص ما يلعب كورة بس يلعب ضربات ركنية ينفذ. حتى الضربات الركنية فيها جمل، فيها جمل ما في الزاوية القريبة بتلعب الزاوية البعيدة بأبجديات كرة القدم. في فروق بتتميز بالضربات الثابتة. في لعيبة لما تحصل فاول على راس خط 18 90% ده هدف يحسم بيه المباراة. في لعيبة متخصصين في عملية الركنيات. الركنية ما مجرد انك عكست الكرة وخلاص، لا، الركنية انت بتعكسها بالمقاس، بتعكسها للاعب في مفاهمة ما بينك وما اللعيبة اللي بيكونوا موجودين في الصندوق. انت ما بتنفذ. هلال 2007 لما عملوا احصائيه الاهداف اللي حرزت البطوله الافريقيه كان النسبه الاكبر من الضربات الركنيه. لكن عندك انت عندك يوسف محمد، كان عندك يوسف محمد بيرفع، عندك اسحاق كورونغ على برضو، عندك علاء الدين جبريل وعندك يوسف محمد وعندك هيثم مصطفى، عندك برضو حموده بشير كان في عندك سيف مساوي في الغاصيه، اما في الهدف عندك سيف مساوي حد كان عندك باردين با عندك كلاتشي، عندك عدد كبير يعني دايبة. عموما هي مباراة الهلال مع المريخ بتأتي بعد مباراة المريخ مع الأهلي طبعا. طيب كابتن الطيب، الآن الفرصة أمام مدرب الهلال. لو عملنا إحصائية، ممكن أنا عملت إحصائية، ممكن مدرب الهلال اعتمد على 15 لاعب في 3 مباريات. الآن أمامك فرصة حتى ممكن يعني كشفك ممكن 35 لاعب، ال20 لاعب الثانيين على الأقل يكون عندك لاعب او تطلع لك بلاعب لاعبين من المباريات دي يكون لك دعم في مبارياتك الافريقيه القادمه. طارق الان هو المدرب بيفتش على اساس انه يعيد لعيبته. باقي لك كل 4 مباريات، هتلعب مع صن داونز، هتلعب مع المريخ او 3 مباريات، هتلعب مع الاهلي المصري. تمام، انت في وقت انك عندك لعيبه لعبت بيهم ضد كيبتاوس، لعبت ضد في الوديات لعبت مباريات وديه كثيره جدا في الخرطوم، لعبتها الآن 3 مباريات تنافسية مع فرق منافسة معاك في البطولة. الآن أنت مفروض تكون وصلت لتشكيل مع الأسف هو يساعدك على المباريات الجاية. هذه المشكلة علما بأنه بس في نقطة أوضح، إنه علما بأنه الهلال مباراته صعبة جدا مع المريخ. ليه؟ لأنه المريخ بيجيك من الأهلي في حالتين، ونحن نتمنى النصر للمريخ. المريخ إذا كان فاز على الأهلي فبيجيك أكثر شرازة، وإذا تعادل برضه بيجيك أكثر شراسة، حتى لو خسر، وإذا خسر بيجيك دبل أكثر شراسة. أصلاً في النهاية هلال المريخ بطولة غايبة ذاتها يعني. ونحن ما كنا نتمنى، هي بقدرنا كده، نحن ما كنا نتمنى إنه يكون فريقين في 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 مجموعة واحدة، علما بأنه بداية المجموعة وبداية الهلال. أنا واحد من الناس كنت مرشح الهلال لأنه ما كنا شاهدنا المريخ صح بالمستوى اللي قدمه في جنوب أفريقيا والمستوى اللي قدمه في الخرطوم مع الأهلي المصري. فبس كان ما يعيب الهلال هو عملية التهديف اللي هي إلى الآن الهلال ما قادر يحصل لها أو يحصل حل المشكلة دي. طيب كابتن مدسر، ممكن مجلس إدارة الهلال بالأمس اجتمع وطالب أو قدم خطاب مرة ثانية للسلطات ويامل من الاتحاد الأفريقي إنه يوافق له على
دخول جماهيره في المباريات الأفريقية القادمة؟ والله إن شاء الله بس الاستقبال تحت جماهير ما تكون استقبال سلبي للاعبين، ويحاول إن شاء الله يرفع من الروح المعنوية يشحدوا الحمم، من أساس أنه في النهاية كرة القدم مبنية على النصر والهزيمة والتعادل. والهلال لابد منه برضو، أنا بعتبر أنه تجربة مفيدة جدا للهلال، هو الهلال كاسب عناصر ممتازة جدا، والجهاز الفني والله ما فيه غبار عليه ممتاز، لكن بس ما يعاب عليه وطبعا التنظيم اللي هو مصر عليه أنك تلعب به ومع كل الفرق مستحيل. طبعا أنا كمشاهد لك كمنافس لك لو شاهدت فريق خصمي بيلعب بأسلوب واحد مع الفرق بتسهل لي مهمتي أنه كيف أنا أفسد يعني خططك اللي أنت هتواجه بي قدامي، فهتعمل دفعة معنوية كبيرة للهلال. الهلال برضو النتائج النتائج اللي حققها الهلال في الدوري الممتاز بالمناسبة برضو لازم نستصحبه معانا، لأنه حيكون له دور في مباراته مع الغمة. لا قدر الله لو حصل أي تعادل ولا أي خلل هتبقى مشكلة. إشكالية مع الهلال، لأنه الهلال انتصاراته في المباريات الثلاثة مثلا، وحتى لو قدم عروض طيبة وانتصارات كبيرة وخش مباراة المريخ بديه دفع معنوية مع الجماهير اللي هتسمع، لو الجماهير كمان دخلت هيكون برضو بيدخل المباراة وهو في أتم الجاهزة. بس أتمنى إنه زي ما ذكرنا إنه يكونوا في الفترة دي الجهاز الفني عالج الإشكالية بتاعت الهلال في إنه كيف يستفيد من الضربات الثابتة والنقاط السلبية الكبيرة اللي صاحبت الهلال في مشوار أهمها العقم الهجومي. العقم الهجومي اللي طبعاً هو تنظيم اللعبة والتوظيف الخاطئ بس لبعض العناصر. طيب الدور الجماهير والخطابات أو المناشدات من مجلس إدارة الهلال لدخول الجماهير في المباريات القادمة، ممكن هو عنده مباراتين أمام صن داونز وأمام المريخ في الخرطوم. وتواجد الجماهير في المدرجات عنصر مهم وفعال بالنسبة للفريقين، سواء للهلال أو للمريخ أو حتى وجود جماهير الهلال في وجود مباراة الأهلي المصري. أتمنى إنه الجهات الرسمية تلبي الدعوة، ونحن بنناشد برضو في حالة إنه تم التصديق ووجود الجماهير إنه الناس تتحلى بعملية بالأسلوب الرياضي الجميل في عملية زي ما ذكرنا عملية الدخول والخروج، نحن في وقت حرج جدا حتى ما حتى إنه حتى نستمر في وجود الجماهير في المدرجات اللي بدي دافع قوي للفريقين، وفعلا الفريقين محتاجين لوجود الجماهير. ونحن شاهدنا حتى في غلتها جماهير المريخ المتواجدة في القاهرة برضو حسس اللعيبة، حتى اللعيبة لما تحتفلوا كان بيذوقوا طعم الهدف خاصة لو شفنا السمان الصابي لما نسجل الهدف بيمشي على الجماهير بقلتها الموجودة، لكن صوته موجود بديك التدافع داخل الملعب. وجود الجماهير بلا شك مهم ومهم جدا، بس نتمنى الوعي زي ما قلنا، لأنه مباراة قمة خاصة مباراة القمة هي مباراة بتكون طابع أفريقي فيها الشحن الزايد وفيها كثير من الأشياء فيها جميل وفيها السلبي. أتمنى نرى الشيء الجميل دائما في المدرجات. طيب جميل، توفيق للهلال وبالتوفيق للمريخ، مباريات مهمة للفريقين في البطولة الأفريقية، المريخ يوم السبت أمام الأهلي، بعد ذلك يتجه أم درمان لمواجهة الهلال في ديربي السودان، وإن كان المريخ أمله كبير ولكن ما زال الأمل حتى للهلال، نتمنى إنه الفريقين يتمسكوا بالأمل ونشهد مباريات وأداء متميز من الفريقين، خاصة هم عنوان للكرة السودانية في أفريقيا وفي الوطن العربي. نغلق ملف الهلال والمريخ، نتجه للدوري السعودي، بالأمس اختتمت الجولة 22، أربع مباريات، الباطن يتغلب على الفيصلي بحفر الباطن، الباطن أصبح في المركز 13 برصيد 22 نقطة، الفيصلي في وضع صعب أصبح في المركز 14 برصيد 21 نقطة. نعم والله صراحة الفيصلي بيقدم بالرغم من إنه بيقدم مستويات كبيرة جدا، لكن الترتيب صراحة ما بيشبه الفريق الفيصلاوي اللي بيقدم عروض رائعة جدا في دور الأمير محمد بن سلمان المحترفين. بس هو طبعا ليس حظه صدم بالباطن العنيد اللي وفي حفر الباطن طبعا، وكانت مباراة ممتعة ورائعة جدا، لكن حتى الباطن قدر يكسب المباراة بصعوبة يعني بفارق هدف أساس إنه يقفز في ترتيبه يكون 13 ب 22 نقطة. فلو لاحظ إنه الفرق في الفرق المؤخرة والوسط ترتيب من ترتيب النقاط متقاربة جدا، لذلك إنه سلاح ذو حدين لكل الفرق دي، لأنه هسه حاليا حنجي نتكلم عن بعض الفرق خلاف الباطن والفيصل، لما نجي نشوف النقاط في حتى في شراكة حتى في عدد النقاط وفي الترتيب، فده بالمناسبة تكون مشكلة كبيرة، لأنه بالذات في الأسابيع الأخيرة
لانه اي خساره بيفقدك مقعدك وبيخليك انت مهدد اما بسنتر ليج الصعود او البغاء او الهبوط المباشر. فالاسابيع في دي الفتره الانديه المؤخره والوسط تحاول تحسن وضعها من الترتيب اللي هو موجودين فيها، لانه لما تجي الاسابيع الاخيره هتكون مفصليه وصعبه جدا. المباراه يا كابتن مدثر انت تكلمت عن انه الفرق المؤخره، يعني انت كالباطن لما تفوز على فريق معك في نفس الترتيب تعتبر فوز بستة نقاط. بالضبط كده، لانك انت بعدت منه ولانه هزمت حسنت موقفه كبيره جدا. لكن انت لو لاحظت شوف 13 و14 في فرق فكر ارتباطا، لكن بالرغم من كده بعد كده بتجي تنظر فرق المنافسه ليك في الترتيب المؤخره لما تجي تلتقي مع الانديه المقدمه، على اساس انه وهم بيكونوا يتمنوا انه الانديه المتقدمه تكون يعني يفوز على اساس انه يحاول يحسن من وضعه الترتيب. الباطل لو كان خسر مثلا لا قدر الله خسر كان حيكون 19، كان حيكون في المركز ال 15 المركز قبل الاخير، كان حيقفز الفيصلي كان حيحفظ الفيصلي كان حيعمل 24 نعم، والباطل كان حيظل في 19 ودي كان نعم لانه بالضبط كده. فبالتالي احنا في انديه كبيره بتقدم مستويات كبيره، لكن صراحه الترتيب اللي هم فيه ما بيشبههم زي التعاون زي الفيصلي زي الباطن حتى نعم. يعني الباطن بالمناسبة في بداية الأسابيع الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان قدم مستويات كبيرة جدا يعني نعم. كابتن الطيب الباطن الصعب في أرضه يتغلب على الفيصلي ويهزم موقف الفيصلي. الباطن زي ما احنا عارفين متابعين انه الباطن ده واحد من الفرق اللي بتكون شرسة جدا في أرضه، يعني لو ذكرنا بعض الفرق في دوري الأمير محمد الباطن الفتح عندك التعاون عندك أبها الطائي، فدي فرق دائما بالشكل في أرضها صعبة. ممكن ده الانتصار جاء بعد خمسة مباريات وخسر فيها الباطن في ملعبه من اتحاد جدة من النصر وتعادل مع الهلال والاتفاق والحزم. فالآن نحن بقينا على المراحل المفصلية في الدوري نعم. الدوري ثمانية جولات متبقية نعم. وبتكون المنافسة شرسة. الآن الفرق في الوسط والمتزيلة وفرق المقدمة هتكون كلها كل مباريات هتكون مباريات نهائيات، لأنه الثلاث نقاط بترفعك وتخصم من الثلاث نقاط تفقيدها هتنزلك في ظل التنافس القوي ما بين الفرق في دوري محمد بن سلمان اللي شاهدنا فيه فرق كبيرة ظهرت زي الضمك اللي كان الرابع في الدوري. ففريق الباطن طبعا فريق معروف فريق قوي، وبيرجع الفضل ده للاعب يوسف الجبلي اللي هو واحد من هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، وهو ممكن واحد من اللاعبين اللي بيظهر دائما في المباريات والهداف اللي دائما بينقص فريق الباطن في كثير من المباريات. فثلاث نقاط في وقت جدا بيحتاجها الباطن بتحسن من ترتيبه في الدوري. طيب جميل، انا استاذنكم مشاهدينا الكرام في الخروج لفاصل ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بعد الفاصل، رجعنا لكم نواصل من قطع الحديث عن مباريات الجوله 22 في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي. مباراه ثانيه كابتن مدثر، الطاي على ارضه يتعادل مع التعاون 1-1، الطائي أصبح في برصيد 26 نقطة، المركز العاشر متساويا مع الرائد صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف الرائد يتقدم في المركز. التعاون ارتفع بنقاط ل 23 في المركز 12 وما زال هو في مرحلة الخطر. لا للأسف طبعا الطائي طبعا هو صاعد الكبار نعم. دائما بيقدم مباريات كبيرة جدا، لكن شوف الأندية اللي أندية المؤخرة الوسط لو أخذنا الباطن والفيصل والطائي والتعاون والفتح الاتفاق. والاتفاق والفيحاء أنت بتطلع ناديين زي الفيصل والتعاون ديل لأنه يتمرسوا دائما بيلعبوا نهائيات كأس الملك حتى الفتح يا كابتن مدثر لا الفتح برضه، لكن الفتح ما بحجم الفيصلي والتعاون لأنه ديل لفترة طويلة في السنوات الأخيرة أيوه هم نعم. بيكون لهم تواجد عشان كده يتمرسوا في المباريات الشرسة المباريات المفصلية. لكن للأسف ما نحن استبشرنا خير بالتعاون اللي هو ظهر انه في الأسابيع الأخيرة قدم يحقق، كان طبعا بداية الدوري اتفقنا انه هو بيقدم عروض طيبة، ولكن كان أكثر الأندية الغير محظوظة في الدوري لأنه بيخسر المباراة بعد العروض الطيبة وبالذات في الشوط الثاني نعم. رجع كسر القاعدة دي والناس استبشرت خير لأنه قدر يحقق انتصارات كبيرة جدا
ولكن جه اصطدم بفريق الطائي العنيد وتعادل معه 1-1. طائي سيرة. نعم، فبالتالي كان هو احوج الثلاثة نمر صراحة اساس انه يرفع الطائي لترتيبه العاشر ب 26 نقطة، وإن كان الفارق ما بعيد لو التعاون كسب المباراة جاء ممكن يكون مساوي معه في الترتيب لأنه ب 23 نقطة في 12. لكن والله صراحة الشيء المؤسف إنه التعاون بالعروض اللي بيقدمه، يعني حتى شفنا آخر مباراة اللي قدمها مع الاتحاد مباراتين حتى في الدوري وفي كأس الملك، بالذات المباراة الأخيرة كان ممتعة جدا والناس كلها استمتعت بها، وبصعوبة جدا الاتحاد قدر يكسب المباراة. ففريق بحجم ده كونه يكون يعاني، طبعا هو بيدني سمار إنه بداياته ما كانت موفقة صراحة، لكن المباراة كانت ممتعة جدا، والطائي أصلا صايد الكبار يعني من زمان يعني. طيب كابتن مدسر، لو حللنا خطوط التعاون، ممكن التعاون يمتلك خط مقدمة على مستوى عالي. نعم. توامبل بيشارك أو بينافس في الهدافين، المحترف المصري مصطفى محمود، محمود مصطفى محمد مصطفى مع مصطفى محمود مصطفى نعم المحترف المصري اللي جاء من الزمالك، بالاضافه يعني كثير من اللاعبين ذات مستوى عالي. لكن لو جينا لخط دفاع التعاون، هي الاشكاليه الكبيره في خط دفاع التعاون وحتى في حارس مرمى، واللي ايضا عامل السين له اثر كبير فيه. هو بالمناسبه التعاون لو جيت حللت الوظائف التعاون ممكن اضعف خطوط فيها الخطوط الخلفيه. نعم. الدليل على كده انه التعاون كان زي ما ذكرنا في عدد المباريات بيكون مقدم عروض طيبه جدا وبيكون منتصر جدا نتيجه المباراه بعامل اخطاء دفاعيه، وحتى في كره الاتحاد كان برضه باخطاء دفاعيه، وحتى حارس المرمى برضه. لكن التعاون مميز جدا في المقدمه الهجوميه، مميز جدا في خط الوسط، وبالمناسبه التعاون يكسب المباريات اللي مثلا اسلوب الخصم لو لعب حاول يلعب بلعب هجوم على طول، يعني لعب مفتوح، ده المباريات اللي عايزه التعاون. ليه؟ لانه التعاون مميز في الهجمات المرتده لانه دفاعه سيء، فهم بيلعبوا كليات من الخط الخلفي، بعد ذاك بيبدوا باسلوب الهجمه المرتده، في ده بيشكلوا خطوره وبيقدر يكسبوا المباريات. لكن الفرق اللي بتجي تلعب معه بتوازن في خط الوسط والدفاع، التعاون هنا بيعاني لانه في صراحه حتى مش المنظومه الدفاعيه، حتى العناصر الدفاعيه نفسها فيها اشكاليه في التعاون صراحه. نعم. حتى الاسماء نفسها بعض الاسماء فيها اشكاليه صراحه في التعاون. نعم. عايزه ترتيب اعاده ترتيب في خط الخطوط الخلفيه بما فيهم حارس المرمى. حارس المرمى برضو وان كان مرات بيكون مستواه، لكن في اغلب الاحيان مستواه ما بيكون قدم هو مستويات كبيره مع التعاون. نعم. لكن هذا الموسم فترات كده بيكون مستواه طيب لكن ما ثابت. نعم. لكن الخط الاضعف والعايز اعاده نظر فيه خط الدفاع. التعاون ما بيشبه الخطوط المميزه اللي هي خط الوسط والهجوم. نعم. كابتن الطيب، مباراه تعادليه، فريقين يحتاجوا للنقاط خاصه التعاون، ولكن وان كان الطائي هو من يقدم والتعاون عاد في المباراه، وده يحسب للتعاون. انا ببدا بالنقطه اللي ذكرتها بالنسبه لحراسه المرمى. حرس المرمى كله طبعا ده تخصص. ايوه نعم. حرس المرمى كله ما كبر في العمر بس بيبقى خاصيه المرونه. اما تبقى الصفات الكبيرة جدا المفروض من يسبح حرس المرمى بيكون بتكون موجودة الكاريزما، بيكون موجود الحضور، خبرة، بيكون اللي هو المدرب الثاني، هو أكثر لاعب في الملاعب بعمر. أيوة نعم، بيكون الخروج المناسب، فدي بتكون ميزات حرس المرمى اللي بيكبر في العمر. وشفنا ناس أوليفر كان، وشفنا حضري، حتى المدربين الألمان بالمناسبة بدون قطع كلامك يا كابتن الطيب، المدربين الألمان أنا قريت لهم كثير إنه بيحاولوا يفضلوا الحارس لما يقدموا لهم عروض يقولوا لهم الحارس عمره كم. نعم. فبيشوف الأعمار الكبيرة. عموما المباراة طبعا كانت مناصفة بين الفريقين. الشوط الأول كان شوط طائي بحت كامل الدسم، الطائي سيطر، في اللاعب سعود اللي هو كان نجما للمباراة اللي هو سجل الهدف. الشوط الثاني رجع التعاون. سعيودي اللاعب الجزائري، هو اللاعب الجزائري اللي هو كان هو مفتاح النصر بالنسبه للطائي لولا سوء الطالع. لو لاحظنا اللاعب ده في الدقائق الاخيره انفراد صريح، حاور اكثر من لاعب ومرر الكوره للاعب لوموسانا واهدر الكوره، كانت اهدر الكوره وفي ظل وجود المرمى الفارق، وكان المفروض تكون هدف ثاني للطائي ضمن بيه 3 نقاط. زي ما ذكرنا انه الان الدوري خلاص على خواتيمه، فاي مباراه بتعتبر ديربي، واي فريق بيدخل بكامل اسلحته بكامل الجنود عشان يكسب الثلاث نقط. المباراه كانت مناصفه ما بين الشوط الاول كان للطائي، الشوط الثاني رجع التعاون واستحوذ على منطقه الوسط لكن دون فعاليه،
في ظل غياب توامبا وفي ظل غياب اللاعب المصري اللي كان في الجولة العشرين الجولة العشرين والجولة 19 والجولة 18 كان واحد من نجوم الفريق وكان ساهم في انتصارات الفريق. طيب كابتن طيب الآن التعاون هو ممكن أصبح في المركز ال 12 23 نقطة، ماذا يحتاج التعاون حتى يتفادى هذه المنطقة الخطر؟ التعاون فريق كبير، عودة بس توامبا عودة اللاعب المصري توامبا لحاله ممكن يهزم أي فريق. لا خط الدفاع أنا أتكلم يعني نحن اتفقنا ممكن إنه ما التعاون عنده مشكلة في خط الدفاع، المباريات القادمة خاصة إذا كانت أمام فرق مقدمة محتاجة للنقاط للتنافس على البطولة أو التنافس على المقاعد الآسيوية، إذا كان على فرق المؤخرة المحتاجة للنقاط لتفادي الهبوط. التعاون لعب مباراته الأخيرة مع الاتحاد. نعم. وشاهدنا قدم مستوى كبير جدا وكان أقرب للفوز. نعم. فالتعاون من الفرق اللي سهل جدا إنها ترجع. بيحصل ضرب في بعض المباريات وزي ما بس قلنا. بس المباراة صعبة. المباراة صعبة لأنه خلاص إحنا بقينا في خواتيم الدوري. نعم. بالتالي كل فريق بيجيك قادم بيجيك بيرمي بكل أسلحته. ده ما يقلل من شأن الطاي ولا يقلل من نعم هو المستوى اللي قدمه الطاي الآن هو الطاي الآن في 26 هو ممكن نسبيا أفضل من الفرق كثيرة ولكن ما زال الخطر هو يعني لم يأمن نفسه تماما. كابتن مدثر المشكلة الدفاعية وجود أو استقطاب الفتيل هو اللاعب الأهلي اللي جد التعاون نعم هو هل إضافة هو ما شكل إضافة للتعاون؟ هو بالمناسبة ممكن عدم الانسجام لكن هو طبعا جاي من فريق كبير فريق الأهلي فأكيد هو مكسب بالنسبة للتعاون لكن التعاون أصلا في الخانة دي محتاج لاعب محترف يكون سوبر قائد لخط الدفاع بعد ذاك يريد يشوفه من اللاعب الوطنيين برضو يكون مدافع مميز ده لو قدر توفق فيه الاتحاد هيكون له شأن كبير ويحافظ على اللعيبه العناصر الموجوده زي مصطفى فتحي زي توامبا كل لعيبه التيم اللي بيقدم العروض الطيبه دي بالاضافه انه عندك 8 مباريات امام التعاون لو قدر كسب اقلها 3-4 مباريات بعد ذاك بينتظر المنحه اللي بتجيه من الانديه الكبيره اللي حتعطل له الانديه المنافسه له ففي حاله زي كده لكن التعاون بالشيء اللي انا بشوفه انه بالعناصر اللي بيملكه قادر انه يعود لانه دائما التعاون حتى يعني مبارياته مع الانديه الكبيره الانديه يعني تتوقع انه يكسب التعادل او يكسب ينتصر يعني لانه فريق مميز فريق حتى عنده عدد من العناصر اللي لعبوا مع بعض كثير في عدد كبير من الانسجام بس زي ما نحن لسه لازمنا بنعصر ونعمل فيها هي الخطوط الخلفيه فيها اشكاليه وما بتجي هو ده اللي عامل خلل في المنظومه بتاعت التعاون كفريق لكن كتيم التعاون من افضل الانديه السعوديه اللي بتقدم كره قدم رائعه جدا بالمناسبه صراحه no. فاشكاليتهم بس الجزئيه بتاعت الدفاع وحتى انه الاهداف اللي بيستقبلهم دائما في المباراه في نهايه المباراه يعني ده برضه في اشكاليه ده برضه ده يبغى له وقفه فيه انه لانه غالبا يكونوا منتصرين بيجي في اخر الدقائق لكن كونه في المباراه دي هو اللي عاد يعني بعد ما كان متاخر اخر الدقائق بتحتاج التركيز نعم اكثر من الجهد نعم. طيب المباراة الأخرى هو ديربي الشرقية مباراة الفتح والاتفاق الفتح اللي دخل المباراة ب 24 نقطة والاتفاق اللي دخل المباراة في 20 نقطة مباراة مهمة الاتفاق والفتح الفتح يمكن قدم مباريات في الفترة الأخيرة على مستوى عالي وحقق الكثير من الانتصارات الفتح يضرب الاتفاق برباعية الفتح أصبح في الرصيد 27 نقطة تقدم كثيرا في المراكز أصبح في المركز السابع متفوقا حتى على الفيحاء صاحب المركز الثامن بالأهداف ولكن الفيحاء عنده مباراة مؤجلة أمام الهلال الاتفاق هو الآن في موقف خطير المركز قبل الأخير المركز 15 ب20 نقطة طيب في النسخة الحالية صراحة الفتح بيقدم مستويات كبيرة جدا في دوري الأمير محمد بن سلمان المحترفين فشوفنا مباراته الكبيرة اللي قدمها أمام النصر وخسر بواحد بالرغم من انه كان بيفقد يمكن اهم عناصر الفريق ثلاثه عناصر مهمين جدا كانوا غايبين فدلهم كانوا موجودين يمكن كان انتصر فحتى المباريات اللي خسرها الفتح كان هو الافضل فبالتالي انا متوقع انه الفتح يعني ما حيعاني في الموسم ده ما بيكون من الانديه المهدده يعني بالمستويات اللي انا شفتها صراحه
حتى المباريات اللي هو خسرهم يعني المباريات اللي هو خسرهم هو اللي كان افضل وكان باسباب يعني كان بيكون في غيابات. طيب معلش كابتن مدسنا بس معلومه اخطأت فيها. لا المدافع الاهلي المنتقل للتعاون هو معتز هوساوي وليس الفتيل. الفتيل هو لاعب في النصر الان. معتز هوساوي عفوا للمشاهدين الكرام. واصل الكابتن مدسنا. فبالتالي انا بشوف انه الفتحي يعني بانتصاره الاخير على الاتفاق برضو يعني حجز مقعد مريح جدا انه يكون بعيد جدا من الاشكاليه بتاعت السنتر ليج والهبوط لانه هو في ترتيبه السابع وقدامه 8 مباريات لسه. هو قادر انه بالمستوى اللي انا شفناه وقادر انه يكسب لسه مباراتين ثلاثه وحتى لانه في الموسم ده صراحه الفتح قدم مستويات كبيره جدا يعني صراحه عنده البدلاء. الدليل على كده انه لما لاقى النصر فريق النصر هو فاقد ثلاثه ومن هو ضمن فاقد ثلاثه هو كان فاقد 9 لاعبين في مباراه النصر يمكن 9 نعم 9 لاعبين عدد كبير. نعم. نعم. بالرغم من كده هو اللي كان افضل حتى يعني. نعم. النصر بصعوبه فاز. فالفتح حتى حاليا ما شاء الله فايز على الاتفاق. الاتفاق ما انه يعني من الانديه العريقه جدا في المملكه عندها تاريخيه هي الانديه اللي احرزت بطولات خارجيه الشرقيه. نعم. لكن التاريخ ما يعني برضه ما بحفظ لك حاجه. كره القدم اصبحت هي صناعه ما لم تكون العطاء والبذل والاهتمام هي اللي بتديك حاجه. حتى الاتفاق الموسم الحالي بيقدم مستويات متذبذبه جدا. مره مستواه ما ساب الصراحة، مرة بيقدم مستوى طيب انتصار عريض، مرات بيجي يهزم يعني خسارة كبيرة جدا، مرات بيلعب مع أندية كبيرة بمستوى طيب مع الأندية المؤخرة بيكون مستواه ما ثابت. فالاتفاق له فترة يعني له فترة موسمين ما في استقرار فني في فريق كرة القدم بتاعت الشرقية. هو كيف موسمين كابتن مدسر؟ هو خالد العطو يمكن 3 مواسم كان مع الفريق، هذا الموسم هو خرج الان مدرب جديد خالد العطوي اصلا. نعم. هو كان بالمناسبه في الموسمين الاوائل هو. نعم. كان الافضل. نعم. حتى كان تم يمكن الاشاده به وهو كان المدرب الوطني الوحيد في دوري المحترفين في دوري المحترفين وكان. نعم. مميز جدا وبس ربما كان تم في نهايه لما جاء عمل ورشه التدريب في النهايه كان هم تم التكريم بخالد العطوي وصالح المحمد بتاع الاتحاد الاهلي اللي كان مدرب الاهلي ورجع درب فريق المنتخب السعودي الفئات السنيه. نعم. فديل كان مدربين وطنيين مميزين على مستوى المملكه كان لكن في الفتره الاخيره بتاعت خالد العطوي ما كان بنفس المستويات اللي قبل. وطبعا الاتفاق الان يدرب المدرب الاهلي السابق في الاذان. نعم حاليا ما طبعا خالد العطوي له فتره. نعم. ترك. طيب هل ترى انه في الاذان لم ينجح مع الاتفاق؟ والله لانه هو قدم مباريات طيبه برضه من دون انتصارات حققها مع الاتفاق. لكن ما مقياس انك تحكم على مدرب في نص الموسم. لا هو الان كابتن مدسر واضح انه لم يوفق مع الاتفاق. الدليل الموقف الفريق لكن في يعني للاسف الشديد الاتفاق يعني بيخسر بنتيجه كبيره جدا يعني 4-0. واضح انه حتى فريق. حتى حتى يعني انا قريت مباراته قبل مباراه الفتح امام ابها تقريبا يعني كانت مصر كارثي بالنسبه للاتفاق. مع انه الاتفاق ده بالمناسبه من الانديه الثقيله جدا في المملكه وزن جماهيري وزن بالمناسبه حتى يقارع مع الانديه المقدمه صراحه. نعم. يعني الشرقيه ما فريق ساهل وعنده جماهير على مستوى الامتداد المملكه بالمناسبه. نعم. فما ساهل لكن للاسف الشديد برضه الترتيب ما يعاني فيه وان كان عودنا انه دائما هو فريق الوحدة والاتفاق في فترات كده بيكونوا بيجي يعانوا في مؤخرة الدور دائما في الأسابيع الأخيرة ما. نعم. لم يصحح الاتفاق كانت أمام الطائف مباراته قبل. نعم. قبل الفتح. نعم ما بقول لك الوحدة نفسه الوحدة مكة والاتفاق دائما في المواسم تحت الدوري بيكون بيخط نفسه في نفق مظلم جدا يعني ده أقول لك لو شاهدت يعني أنا الآن موقف الاتفاق يا كابتن مدسر ونشفق كثيرا على الاتفاق لأنه واحد من الفرق التاريخية في المملكة العربية السعودية إنه أنت أمامك الآن لو المباراتين القادمات أنت لاعب أمام الأهلي المحتاج بغض النظر عن مستوى الأهلي لكن الأهلي المحتاج للنقاط واللي في موقف يحسد عليه أمام الاتفاق يعني التعادل خسارة للفريقين خسارة أي فريق خسارة كبيرة للفريقين بعده حيواجه النصر اللي ساعي لمزاحمة الاتحاد وينافس الاتحاد على بطولة طول الاتفاق ترتيبه 15. نعم. وفي نفس اللحظة المباريات الصعبة المنتظرة للاتفاق. نعم. وإن كان الاتفاق عودنا إنه بيقدم مباريات طيبة مع الأندية الكبيرة وبيعاني مع الأندية الوسط والمؤخرة
ده تاريخه. لكن للاسف المسار الماشي به ومستواه المتذبذب ده بشكل خطر كبير. نحن ممكن نخط في دائرة انه بنسبه كبيره من الانديه اللي حتعاني في نهايه الموسم ربما يكون من الانديه اللي بتودع دور الامير محمد بن سلمان لو حاول مشى بنفسه. بعد ممكن بنسبه كبيره الحزم الان غادر الحزم خلاص بنسبه كبيره. نعم. كابتن طيب ديربي الشرقيه الفتح يضرب بقوه وقيل رحمه على الاتفاق برباعيه وتواصل معاناه الاتفاق في المركز 15. هو بعيدا عن اي تعصب وبعيدا عن اي تحيز نحن بنتمنى انه استمراريه فريق التعاون حتى نضمن انه على فريق الاتفاق ويكون بيننا في دوري الامير محمد حتى لا تفقد الشرقيه فارس جديد بعد ان فقدت لانه في الاتفاق والغادسيه في الدمام والفتح في الاحساء. نعم. التاريخ بيقول انه يمكن دي ثالث مواجهه بين الفريقين بنفس عدد الاهداف انه في عام 2003 في الجوله 26 فاز الفتح على الاتفاق بثلاث اهداف باربع اهداف. نعم. وفي 2020 فاز بخمسه اهداف برضه في باربع اهداف في الجوله رقم خمسه والان برضه في الجوله 22 بيفوز باربع اهداف على الاتفاق. لو رجعنا وراء الفتح واحد من الفرق اللي عانت في بداية الموسم لو نذكر أيام كورونا وصلت حتى المركز 15. نعم وكان أكثر فقد أكثر من 20 لاعب بسبب إصابة بكورونا الله العادة وأثرت عليه ترتيب الفريق في ذلك الوقت في الدوري الأمير محمد. الاتفاق ظل يقدم مباريات كبيرة جدا ونذكر المنتدى اللي تقدم فريق الاتحاد في الجولة 11 بهدفين وعاد الاتحاد عادل وهزم وطلعت المباراة 3-2 والاتفاق قدم مباراة كبيرة جدا وبعدها قدم مستويات عالية. الاتفاق الآن بيعاني ممكن يكون زي ما صرح المدرب الصربي في العدان انه بيقول انه في عدم مشاركة السليتي أساسية طبعا في الفترة الماضية برضو واحدة من الأسباب وتراجع مستوى الكويك باللي كان واحد من نجوم الفريق وإصابة الجزائري أيوب فدي دي دي واحدة من الأسباب اللي ممكن خلت الاتفاق يصير بهذا المستوى اللي ما كنا متوقعينه خصوصا نحن في الجولات الأخيرة في الدوري واللي انت بتحتاج منك التركيز وتحتاج منك القوة وتحتاج منك القتالية على اساس تصفر على الاقل بثلاث نقاط تضمن لك انك تستمر في الدوري دور الامير محمد. طيب الفتح ممكن انتصاراته الاخيرة والان هو وصل للمركز السابع وزي ما قلنا كان حتى كان من وصل في جولة من الجولات للمركز 15. الفتح ده عادي عادي لو برضه احنا لو رجعنا لاكثر من ثلاثة مواسم لو رجعنا للموسم 2018 ورجعنا للموسم 2019 الفتح كان بيعاني بنفس المعاناة دي دائما بيكون في بدايات شرس في الوسط يعاني في خواتيم الدوري يقاتل من اجل البقاء فظهور الفتح الان في الوقت في احنا في الدوري في الجوله 22 بهذا المستوى ما غريب على الفتح زي ما احنا قلنا الفتح فريق كبير فريق بيقاتل لما يشعر بالخطر علما بانه قدم مستويات كبيره جدا في الدوري وقلنا لولا الظروف لكان ترتيبه افضل من كده. نعم هو طبعا الفتح ممكن المباراه دي يعني لو تابعنا ممكن ثلاثه او اربع مباريات ثلاثه مباريات دون خساره، اخر خساره كانت امام الاهلي يوم 2 او 11/2 يوم 11/2 هي امام الاهلي ب 1-0. فالثلاث مباريات الأخيرة وفوزه في ثلاث مباريات 9 نقاط وفي ظل التقارب هذا الآن الفريق في المركز السابع. يعني نقول بالتأكيد احنا قلنا الفريق الفتحي دائما كالعادة لولا الظروف اللي حصلت فريق الفتح في بداية الموسم كنا رباعيتين يعني الرباعية المباراة اللي فاتت 4-1 على الفيصل. والفيصل فريق كبير طبعا الفيصلي بس الفيصل برضه يعاني الفريق برضه يعاني. طيب جميل المباراة الثالثة أو المباراة الرابعة الفيحة اللي بيقدم مستويات كبيرة يخسر من الشباب 2-1 تجمد الرصيد الفيحة في النقطة 27 في المركز 8 متساوية مع الفتح صاحب المركز 7 وعنده مباراة مؤجلة. الشباب اللي بينافس على الصدارة
مع النصر ومع الهلال ومع الاتحاد ارتفع برصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني. نعم الشباب بعد الخسارة الكبيرة كان المناوب من الهلال بخماسية رجع وانتفض أمام الأهلي في مباراة صعبة جدا في كأس الملك. في كأس الملك هذا ادته الروح وعاد الشباب أنه يعود مجددا ويقدم مباراة كبيرة أمام الفيحاء الفريق العنيد جدا لأن الفيحاء عارف خطورة الشباب ولعب يعني لعب تنظيم رائع جدا حاول يقفل مفاتيح اللعب وقدر ينجح لفترات كبيرة لكن الشباب طبعا رجعت له الروح وبتزاد هو من فرق المقدمة فترة من الفترات هو كان متصدر للبطولة وكان قادر أنه يمشي بعيد يعني بصدارة لكن في تذبذب حصل لمستواه الفني بعد ذاك العوامل النفسية انعكست على أداء العناصر بالرغم أنه العناصر كانت موجودة لكن ما قدم المستوى الكبير لكن رجع الانتصار الأخير في كأس الملك مع الأهلي أدته الروح ورجع حاول كسب 3 نمر غاليات جدا من أمام فريق عنيد هو فريق الفيحاء اللي بيبقى في المركز الثامن ب 27 نقطة فريق ما ساهل بعد ذلك غفز للمركز الثالث هو ب 43 نقطة فهذه فرصة لسه الشباب لسه قدامه في مباريات 8 مباريات ممكن هو طامع انه يحسن وضعه لو استمر بنفس المستوى اللي قدم به امام الفيحاء مباراة كانت ممتعة من الفريقين كان في ندية كان في إثارة دلالة على كده انه النتيجة ذاتها تم تحقيقها بصعوبة جدا يعني لما شايف فارق الهدف 2-1 دقيقة 80 ممكن هو نعم في آخر دقائق المباراة نعم لكن طبعا زي ما قلنا انه الشباب في الأول طبعا النتيجة الكبيرة كان وراها أسباب وراها أشياء أطلق كان كرة القدم دي بالزاد العامل النفسي والعامل البدني دلل وما الفريق جاهز فيه والعناصر موجودة فبالتالي انه قادر انه يعود كمان يزاحم أندية المقدمة في الصدارة. المباراة شهدت عودة نواف العابد بعد دخوله وإحرازه لهدف الفوز للشباب. نواف من أميز اللاعبين على مستوى آسيا صراحة وطبعا بس الغيابات الكثيرة بتأثر في يوم من الأيام تألق نواف مع المنتخب أتكلم خلي لي لك على مستوى آسيا دائما لما يكون نواف متألق تجد المنتخب السعودي فيه عز تم اختياره لا معتقد نعم أفضل عز يعني تألق ولاعب بمناسبة نواف العابد لاعب إمكانيات كبيرة جدا لاعب على مستوى عالي خالص لكن للأسف الشديد هو ما بيحافظ على نفسه كثير وغياباته كثيرة وبعدين دول نرفز حتى بتنعكس على أسلوبه في الملعب حتى هو طبعا أخذ كروت في بعض المباريات فبتك لاعب خصمك لو عرفك أنك أنت بتنفعل ممكن يطلعك من طورك خليك تطلع برجة والمباراة ده جزء برضه من المباراة يعني فهو ده بيفقده بس الانضباط النادي بينضبه بس لكن كقيمة فنية نواف العابد عودته فيه عودة الروح للشباب مع العناصر الموجودة ما هتام ضاف حقيقة نعم نعم مكسب كبير نعم الفيحاء اللي يزي يقدم مستويات كبيرة يخسر على أرضه أمام الشباب 2-1 مباراة يعني كانت منتظرة وكانت يعني من الفريقين بيقدموا مستويات كبيرة كلمنا عن هذا المباراة هيك القيمة الفنية ما بين الفيحاء وما بين الشباب والشباب تكون الفنية عالية بالنسبة للاعبين لو قلنا حتى باهبري لو قلنا بانيجا لو راح قلنا ذكرنا نواف العابد للرجاء بالرغم انه انا عندي تحفظ على نواف العابد فلو لاحظنا انه نواف العابد جاء من الهلال وهتان بهبري جاء من الهلال هتان بهبري اليوم واحد من اميز اللاعبين اللي بيلعبوا في الطرف اليمين واحد من اللاعبين المفيدين جدا لفريق الشباب واحد من اللاعبين اللي ساهموا في ظهور الشباب في هذا في بهذا المستوى في هذا الموسم بالذات ونواف العابد الى الان ما ظهر بنفس الكيفيه ونفس المستوى اللي كان بيلعب به في الهلال عكس قالوا اللي مشى من الشباب بس نواف الاصابه اثرت فيه يا كابتن ممكن الاصابه لكن انت لما جيت بسيطه يمكن ربع ساعه قلب نتيجه المباراه اوكي معاك انا لكن انا بطمح من لاعب يكون اساسي لاعب يكون قيادي لاعب يكون رغم في الفريق عكس قالوا مشى الهلال وأول مشاركات له في كأس الأندية أحرز أهداف نرجع لمباراة الفيحاء الفيحاء قدر إنه حيقابل الهلال نعم يعني حيعاني نعم والهلال اللي ما بيقبل بالخسارة والهلال اللي بمر بظروف ومنتشي ويعيش أحسن أيامه والهلال يسعى بس قبل الهلال عنده مباراة مع النصر الخميس اللي هي يوم الخميس طبعا نعم عكس بغض النظر عن اي نتيجه تصير عكس النظر عكس بغض النظر عن اي نتيجه تتلخص في مباراه النصر ولا الهلال سواء ايجابيه او سلبيه الفيحاء لاقي الهلال في
تقصد في اي بطوله؟ عنده مباراه مؤجله. لا هي مباراه مؤجله لسه، في مباراته الجايه امام الرايد وبعده امام الباطن، حتى بعد ذاك امام النصر. مع النصر وعلى الهلال؟ مع النصر برضه نفس تكون نفس المعادله. نعم نفس المعادله، لانه برضه حيعاني ازمه في النصر يا كابتن الطيب. في موقفه ممكن مطمن لدرجة ما مطمن لدرجة كبيرة وهو مطمن. هي الفيحاء، لكن الفيحاء حتى بمستوياته اللي بيقدمها كان الأمل إنه حتى ممكن المحب للفيحاء كان بيأمل إنه الفيحاء ينافس على حتى المقاعد الأساسية. أنا معك إنه الفيحاء لما ظهر في الدوري الممتاز كان ظهر قبل، هو عايد من كان رغم. نعم كان رغم وكان بيضم أفضل اللاعبين وأفضل المحترفين. نعم وحاله حال الفتح، يعني فريق مسار واحد، قتاليتهم بيلعبوا من اجل الكوره. بس انت دائما نحن الان نحن نحتكم، لانه الان نحن في خواتيم الدوري، يعني اي مباراه حتكون هي ديربي لحالها. نعم هي مباراه كاس باعتبار اكيد. طيب نغلق ملف الدوري السعودي بعد انتهاء الجوله 22 ان شاء الله. حلقه الغد نتابع ارقام هذه الجوله وأبرز الأحداث فيها في حلقة الغد بإذن الله. أتوجه لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، بالأمس كان النهائي الكبير، مباراة مثيرة، مباراة ماراثونية، مباراة جمعت ليفربول وتشيلسي، مباراة ممكن امتدت لأشواط إضافية دون أن تهتز الشباك. اهتزت الشباك ولكن حكم اللقاء والمساعدين كان لهم دور وكان لهم كلمة، ممكن أكثر من هدف ألقي بداعي التسلل. انتهت المباراة تعادلية، تعادل سلبي، امتدت إلى ركلات الترجيح، تواصلت الإثارة في ركلات الترجيح، وصلنا للركلة 11، أضاع الحارس الأسباني لتشيلسي أضاع آخر ركلة بعد دخوله في آخر الدقائق ليهدي ليفربول بطولة التاسعة ليصبح أعلى الفرق، أو هو صاحب النصيب الأكبر في هذه البطولة بتسع بطولات مقابل 8 لمانشستر سيتي. نستمع لتقرير عن مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الأندية المحترفة الإنجليزية وبطولة ليفربول. نستمع مع المخرج لهذا التقرير ونعود لنحلل هذه المباراة. شكرا للزميل أحمد سالم في قراءة التقرير. كابتن مدسر، ليفربول للمرة التاسعة ألقاب قياسية، تخطى سيتي صاحب الثمانية ألقاب، وفوز مباراة ماراثونية، مباراة شهدت الكثير من الأحداث وأهداف ملقاة من حكم اللقاء بداعي التسلل أكثر من هدف، ثم ركلات الترجيح اللي وصلت للركلة 11 عندما طاح الحارس البديل اللي دخل بديل لمندي بالكرة خارج المرمى ليتوج ليفربول بالبطولة. طيب التاريخ طبعا مع ليفربول في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة التاسعة زي ما ذكرته، لكن المباراة دي لو رجعنا التفاصيل أنا بشوف إنه تشيلسي كان الأفضل. حتى الفرص الأهداف اللي ضاعت، الأهداف اللي تم إلغائها من 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 قبل الحكم، كان أنا بشوف إنه بنسبة كبيرة يمكن هدف لوكاكو كان صحيح، يعني حتى ما تم إلغائه بعمل التسلل. لكن المباراة كانت ممتعة وشيقة جدا، انتهى في زمن الرسمي والزمن الإضافي 0-0، وحتى ركلات الترجيح كانت الإثارة. الإثارة. نعم. 11 ركلة اتلعبت، قدر إنه ليفربول طبعا التاريخ بقى في صفه وقدر يحقق لقب غالي جدا ويعني يقدر يكسب البطولة. لكن المباراة في حد ذاتها كان صراحة ممتعة جدا من الفريقين أضاعوا عدد كبير جدا من الفرص المتاحة أثناء سير المباراة. كلوب أول كأس له في ليفربول، حقق الدوري، حقق بطولة أبطال أوروبا، أول كأس محلي في معه، أول كأس محلي معه، وهو موفق جدا، يملك عناصر مميزة جدا، وفي نفس اللحظة أصلا ليفربول بيملك البدلاء، هذا اللي مقارنته بتشيلسي لما ذكرناه في الدوري. طيب جميل كابتن طيب، تتويج التاسع لليفربول والمباراة حقيقة كانت مثيرة ووفت بوعدها تماما، واللقب الخامس لكلوب. كلوب نعم، بس أول الألقاب في الكأس. هي مباراة سيناريو مجنون، شاهدنا فيها كل الأشياء المثيرة اللي شاهدها في مباريات كرة القدم. شاهدنا فيها تدخلات الفار، شاهدنا فيها التغييرات وتعاملات المدربين، شاهدنا فيها ركلات الجزاء اللي هي مفترض تختار ليها اللاعب اللي فيه التركيز والتنفيذ. ما كان في اختيار 11 وتنفيذ يعني على مستوى. شاهدنا فيها دخول حارس المرمى كيبا في اخر الدقائق. نعم. واللي ما تصدى لاي ضربه جزاء، فكانت مباراه حافله بالاثاره، حافله بالمتعه. استحق ليفربول بين ضربات الجزاء انه ينال الكاس، وعكس انه تشيلسي كان شرس
في الميدان زي ما قلنا نقدر اكثر من هدف. والكفة طبعا ضربات الجزاء حسم ضربات الجزاء بعد الإثارة اللي شاهدناها حتى في آخر الدقائق حتى طيب في ضربات الجزاء. طيب يعني يا طيب من مجريات المباراة إنه تفصل ما بين فريقين تشيلسي وليفربول بركلات الترجيح ده شيء عادي بالتأكيد قياسا بالمستوى اللي قدمناه. نعم. لو قلنا شاهدنا كرة محمد صلاح اللي ماشي للمرمى، شاهدنا هدف لوكاكو، شاهدنا الكره اللي ضربت في العارضه، شاهدنا كل الاثاره زي ما قلنا والمتعه، وحقيقه كان ختام نعم. لدوري قوي ودوري طيب جميل. نغلق ملف كاس الاتحاد كاس الانديه المحترفه في انجلترا. دوري الاسباني برشلونه عاد برشلونه بقوه اكيد طبعا ومستوى كبير لبرشلونه، والرباعيه ديمبلي كان هو كلمة السر بعد دخوله. نعم عثمان ديمبلي طبعا قدم مباراة كبيرة جدا، وبرشلونة رجع يقدم سيمفونا صراحة إبداعية رائعة جدا، وبقى رجع لنقبة الكرة الممتعة الرائعة. في نفس اللحظة طبعا كان مع فريق عنيد أتلتيكو بلباو، نتيجة كبيرة وعريضة جدا برباعية، كان فيه كلمة السر زي ما ذكرت أنه عثمان ديمبلي اللي حرز هدف وصنع عدد من الأهداف. في نفس اللحظة برضو المباراة شهد بأنه التوهج وتألق المكسب الكبير لفريق برشلونة المهاجم دوغول ويامبانغ اللي قدم نعم أحرز هدف الأول في الدقيقة 37. فمباراة كانت ممتعة وكانت رائعة جدا. برضو المباراة دي تعتبر المباراة رقم 250 للنجم الرائع دان ألفيس طبعا مع برشلونة. مباراة برشلونة عاد فيها يعني بغض النظر عن النتيجة على المستوى اللي كان بيفقده صراحة في الفترة، إذا قدر يصعد للمركز الرابع ب 45 نقطة فده بيديه أفضلية إنه ممكن يكون يحسن وضعه في مقبل المباريات في المركز الثالث واستمر بنفس الألق ونفس التوهج. كابتن طيب، عودة قوية لبرشلونة في مباراة أمام فريق خصم بالباو. نحن اعتبرنا إنه مشكلة التجديد والإحلال والإبدال اللي حصلت في برشلونة بعد رحيل ميسي إنه حطوه لثلاثة أو أربعة سنوات. بعد ذلك نشاهد برشلونة اللي كان فيه ميسي، لكن بعد خروج من الأبطال وبعد عودة تشافي شفنا إنه برشلونة بيقدم مستويات رائعة. شفنا إنه بالمناسبة برشلونة في خلال شهر يناير فبراير الحالي فاز على 4 فرق بنفس النتيجة. هي 3 انتصارات. فاز على أتلتيكو مدريد بـ4، وفاز على فالنسيا، وفاز على نابولي، وأمس فاز على بلباو. والآن شاهدنا معظم لعيبة برشلونة أعماره ما بين 25 إلى 19 سنة. لو شفنا اليوم فرناندو توريس وعودة ديمبلي والموهبة بيدري ديل كلهم إضافة، زائد الخبرة الكبيرة لألفيس ولبيكي ولبوكسيس وأيضا أداما تراوري اللي دخوله في منظومة برشلونة أضاف كثير. كل المؤشرات بتدل إنه حنشاهد المتعة مرة أخرى للليغا بعودة برشلونة وتألق ريال مدريد وعودة الأسلوب الاستحواذ أسلوب اللعبة المتعة. ولو لاحظنا كل الأهداف جابوها 4 لعيبة. نعم 4 لعيبة. عثمان ديمبلي أيضا له دور كبير بعد دخول ديمبلي برضو تقلب الحال ب نعم. طيب أنا لأنه الزمن عندي يعني على وشك إنه ينتهي، عندنا مباراتين أخرى. إشبيلية يفوز على إشبيلية تغلب على على ريال بيتيس. إشبيلية تمسك بالمركز الثاني فاز بهدفين مقابل واحد، أصبح في المركز 54 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، بينما ريال بيتيس أصبح هو في المركز ريال بيتيس المركز الثالث أيضا برصيد 46 نقطة. المباراة الثالثة المباراة كانت بين ريال سوسيداد وساسونا. ريال سوسيداد حقق الفوز على ساسونا وأصبح في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد ساسونا في النقطة 32 في المركز 11. سوسيداد واضح إنه بيضغط على ريال مدريد. أكيد طبعًا لو بدنا بإشبيلية طبعًا. سريع الكابتن بتسرع والله مخي بيقول لي خلاص. إشبيلية طبعًا هو زي ما ذكرنا هو كان فك التلاصم لأنه فريقين ترتيبهم الثاني والثالث قدر يحقق النتيجة غالية جدًا. أحرز الكرواتي إيفان الهدف الأول والهدف الثاني عن طريق المغرب المميز منير الحدادي، وبعدين سيرخي وهو اللي أحرز التغليص الفارغ لفريق ريال بيتيس. أما ريال سوسيداد وساسونا طبعًا المباراة انتهت، مباراة كانت قوية جدًا، انتهت صالح ريال سوسيداد ب1-0. في الدا رفع رصيد ريال
سوسيداد 41 نقطة ب 41 نقطة في المركز الثامن وأوساسونا في المركز ال 11 ب 32 نقطة. طيب جميل كتير. طيب معلش الزمن عندي خلص وحقيقة كنت جميل معنا وشاكر ومغدر وجودك معي في هذه الحلقة. أنا شاكر ومغدر وجودي في هذه القناة الفتية وأشكرك جدا أستاذ طارق وأشكر في معيتنا دائما الكوتش الغدير مدسر وأتمنى أن كنا ضيوف مفيدين في هذه الحلقة. كابتن مدسر يعني مع حلقة جميلة حتى ممكن الزمن ضايقنا لأنه استرسلنا كثيرا في كثير من المحاور. والله إحنا الأسعد وسعيدين جدا بهذه الاستضافة وعبرك نحيي التيم العامل خلف الكاميرا وسعيد جدا أكون برفقة الكابتن الجميل والصديق طيب سيدار وأتمنى أن نكون قدمنا حلقة تفيد السادة المشاهدين إن شاء الله. المشاهدين الكرام أتمنى أن نكون قدمنا حلقة ممتعة وجميلة. تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج ناصر لانكير في التصوير، محمد حسبه في هندسة الصوت، محمد فؤاد وأحمد الرئيس في هندسة البز، عز الدين سعدابي في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك، أحمد سالم في قراءات التقرير، محمد طه في التحرير والمخرج هشام يوسف. تحياتي طارق عثمان في الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.